Barça zat er dit, Barça zoeg lager, Barça ginnen ha, u Barça gar het ha. Zin en gar en tim nog ran en hard. Merci, Arad, wat een oorik. Zon, zon, el oor, ik wil het kennen van wat we nu doen. Moet je te fijmen, wat je hebt gedaan? We hebben met hetzelfde product, el do en don't. We hebben het goed in de make-up en het fout. We hebben hetzelfde dingen. في الناحية الغلط استخدمت فاونديشن افتح كتير قوي من بشرتي فبين شكل وشي في الاخر مش طبيعي صح. في الناحية الصح استخدمت درجة فاونديشن مظبوطة فبين وشي طبيعي اكتر يعني ان انا بس خبيت الهالات في الناحية الاولانية برضو الكونسيلر كان فاتح قوي فتحسي ان هو ادى لوك جراي في الاخر الناحية الصح حطيت كوريكتر قبل الكونسيلر والكوريكتر ده اللي هو مصحح عيوب ان انا بستخدم لون اورنج شوية بداري بيه الهالات الاول عشان امص اللون وبعدين بحط الكونسيلر عليه حلو في الناحية الغلط عملت البرونزر او التحديد بتاع الكونتورينج بفرشة اولا رفيعة ثانيا بلون غامق جدا فلون غامق جدا على الفاونديشن الفاتح برضو عمل جراي عمل لون رمادي في الناحية الصح عملت البرونزر بالفرشة الكبيرة فالفرشة الكبيرة بتدي إفكت يعني بتدي إحساس إن اللون متوزع أنعم بكتير وإن الوش مرسوم أنعم بكتير الناحية الغلط عملت بلاشر كده وعندنا ناس كتير بتعمل بلاشر كده الناحية الصح بستخدم فرشة رفيعة ومحددة ورسمت بيها بس البلاشر في أعلى حتة في خدي الناحية الغلط أعلى في حتة أعلى حتة اللي هي دي. هنا ايوه هنا اوكي على الحته دي طبعا. لان في الناحيه الغلط مثلا عملت البلاشر كل ده يعني عملت خط هنا البرونزر خط هنا البلاشر وخط فوقيه الهايلايتر اللي هي الباودر اللي بتلمع لما جيت هنا عملت لا عملت البرونزر في حته وعملت البلاشر بتاعي في حته وعملت الهايلايت هنا تحت في العظمه بتاعه العين اللي هنا اللي هي هنا برضو في الناحية الغلط حطيت هايلايتر كتير جدا ده طبعا في الحقيقة وفي الكاميرا بدي احس الوش اعرض اكبر كتير لانه بيعكس اضاءة كتير عكس لما بتحطي الهايلايتر بكمية محسوبة الهايلايتر المفروض يتحط فين؟ بيتحط على البونز على العظم يعني الحتة العالية دي بس مش من هنا لهنا لان من هنا لهنا كل الحتة دي هتعكس اضاءة فهتبين ان خدك كبير قوي بيتحط فين؟ اعلى حتة هنا لحد فين هي هنا كده بس كده بس بيبقى متوزع او بلندد قوي مع بقيه وشك حل. ما تبقاش نقطه بس هي بتبقى التركيز بتاعت الحته الاضاءه اللي بتلمع هنا تمام هنا. والروج كلميها الروج الروج كبرت بقي قوي ورسمت بره مدور فطبعا بقى باين ان انا عامله كده عكس الناحيه الثانيه ان انا رسمت اللي جوه ولو في حد بيحب يكبر بقه which انا مش ضد ده بس ما نكبرش بقنا بالوان بتلمع نكبر بقنا بالوان مات لان برضو الالوان اللي بتلمع بتعمل انعكاسات كتيره صحيح. فبتبين رسمه بقك الاصليه والرسمه اللي انت عاملاها واللي برايد كان بيبقى غامق قوي أيوة. وتحتيه روج فاتح فبيبقى باين انه يفضل ان الليب لاينر اللي هتحددي بيه بقك دخليه جوه شفايفك اكتر علشان ما يبقاش فيه خط فارق بين الروج وبين الليب لاينر طيب كلميني عن الرموش اللي انت استخدمتيها يمين وشمال هي نفس الرموش عايزه اقول لك هي نفسها ولكن انا في مره لزقتها غلط ومره لزقتها صح المفروض طريقه لزق الرموش ان انا برفع راسي كده وببقى واصله المرايه تحت فببقى شايفه جفني كله بلزقها كده عكس من انا اوطي قوي كده وابص للمرايه كده واروح لازقاها كده فبتلزق خدتي بالك ان كان في خط طالع هنا أيوة. كده لان الرمش ملفش مع الكيرف بتاع عيني الطريقه الصحيحه لتركيب الرموش ازاي كده وانتي قاعده ممتازه يعني انا ماسكه في نفسي راسك وبص للمرايه تحت يعني المرايه تبقى تحت هنا وانا ماسكه الرمش كده فبقى شايفه جفني كله غير ان انا ابقى عامله كده ومش شايفه جفني اصلا زينه المفروض ان العظمه دي لما بتيجي تتغمق بتتغمق هنا ولا بتتغمق لتحت؟ ان انت ترسمي التشيك بون تشيك بونز انت يعني لو انت عايزه تصغري الوش تقصريه بترسميها فوق وتعملي البلند بتاعك لتحت. فاهمه قصدي؟ لو انت عايزه تحدديها بس يعني هو اوريدي هي موجوده وانت عايزه تحدديها بس بترسمي عليها بالظبط. اللي هي الحته دي؟ ايوه عليها بالظبط على الدقن بالظبط بس لو عايزه تقصري الوش بترسميها اعلى شويه كده مثلا. لحد فين؟ هنا كده. ودي؟ ما انت بتعدي عليها كلها بتاخدي اللاين ده كده وتعملي البلاند بتاعك لتحت لو انا عايز اقصر الوش شويه عندي دقن مثلا طويله او وش حد وشه طويل وعايزه ادور الوش اقصره شويه برسم الكونتور لاين بتاعي كده طيب ال ال البروبرو الحاجات الشيميل الهايلايتر الهايلايتر بتتحط هنا ولا هنا
ولا في يعني كلميني كده عندي. طيب احنا الهايلايتر او الاضاءة اللي احنا بنستخدمها في الوش بنستخدمها علشان نبرز احلى حاجة في الوش، وفي نفس الوقت نخطف الاضاءة في مناطق معينة فنبين ان الوش مسحوب او متقسم احلى. فانا لو وشي مثلا مدور محطش الهايلايتر عريض قوي لانه هيخلي الوش اعرض. اوكي، لو انا وشي طويل محطش الهايلايتر كده، هيبين هيقدر الاضاءة هتعمل كده فهيبين الوش اطول. اوكي، فانا بحطه في الحتت يعني ان انا هغير شكل وشي شويه. انا مثلا انا زينه وشي طويل، فانا بحط هنا بالعرض، فالحته دي لما بتنور بتبين ان الخد مدور سنه. اوكي، حد وشه مدور زي ما قلت لك او مليان بنحطه بالورب مع الخط عظمه العين دي كده علشان تسحب الخد لتحت. تمام. مش يبقى كده، ما نحطش مثلا حد وشه مليان الهايلايتر هنا، لان الهايلايتر ده اول ما مش هتبتسم حتى هتتكلم هتلاقي كل ده بينور فالوش شكله اكبر. أوكي. عايزه اعلي الدقن بحط هايلايتر هنا، الدقن اوريدي عاليه مثلا ما بحطش هنا، الحته دي صغيره بحط هايلايتر عشان ابينها اكبر شويه، بس لو هي كبيره مش هحتاج احط هايلايتر. تمام. المناخير لو مظبوطه ويعني حجمها مش بيضايقني كبيره قوي او طويله قوي بحط هايلايتر عادي على مناخيري. طيب ايه اكتر الاخطاء الشائعه غير اللي احنا شفناه دلوقتي في الفيديو اللي كان شغال اللي الستات بتعملها في الميك اب؟ من اكتر الاخطاء اللي انا بسمع عنها كمان من الناس ان احنا مثلا نشتري باليتات اي شادوز كتير جدا وما نشتريش فرش. الفرشه اهم طبعا. انا ممكن يبقى عندي باليت اي شادو واحده حلوه بس لازم يكون عندي فرش، يعني فرشه صغيره انها تسحب لون غامق، فرشه بلندنج، فرش مثلا. البنات مش بتهتم خالص بفرش، بس مثلا ممكن تبقى عندها 10 باليتات وما عندهاش فرش خالص. ايه تاني؟ الوان، الالوان كل حاجه. يعني انا مثلا سمراء بس بحب اللون البينك، ما اجيبش افتح درجه بلاشر لونه بينك، مش هيبقى حلو عليا. لازم اظبط الوان، يعني انا مثلا انا بيضه قوي ما اجيبش بلاشر لونه نبيتي، مش لايق عليا. لازم اركز في حته الالوان، الفاونديشن لايق، لون الكونسيلر لايق، لون البلاشر لايق، الميك اب هيطلع مظبوط. طيب حضرتك في الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي شفنا حاجه فاتحه قوي وبعدين حاجه لون بشرتك. تمام. في بنات عندهم فسفيس اللي هو الحبوب، تعمل ايه قبل ما تدخل في الفاونديشن؟ تغطي الفسفيس دي ازاي؟ زي ما قلت لك مصحح العيوب اللي هي الالوان بتاعت الكوركشن. انا عندي فسفوسه لونها مثلا احمر، بحط عليها مصحح لونه اخضر، اللون الاخضر بيمص الحمار شويه وبيخلي الحمار باهت. لو عندي حبايه او بقعه لونها بني بحط عليها اورنج، الاورنج بيخلي البني باهت. لما بحط عليه كونسيلر اللون بيختفي خالص، وارجع احط الفاونديشن اللون بيختفي خالص. ولكن الحاجات البارزه، الحبوب البارزه، الفاونديشن مش هيخليها فلات، هي هتفضل بارزه ولكن بنفس لون بشرتك، فمش هتاخد العين قوي. فاهمه قصدي؟ تمام. السؤال فاضل لنا سؤالين مش هنطولنا عليها جدا. لو الفسفوسه هنا، الحبايه هنا وكبيره وانا حطيت عليها هايلايت، هقول الفسفوسه اهي. شفتوها؟ هقول فسفوسه اهي. قالت الفسفوسه اهي ولا ما قالتش الفسفوسه؟ زين قالت فسفوسه اهي عادي على الهوا اهو، يعني مش انا بعيد اللي بقول فسفوسه، هي كمان بنتنا بتقول فسفوسه. يبقى ما يتحطش عليها. لا، هايلايتر ده يعني بان. انا بقى ببين ايه؟ ببين سكين حلوه بحط هايلايتر زي ما انا عايزه، مناخير مرسومه حلو بحط هايلايتر زي ما انا عايزه، عندي فسفوسه احط عليها هايلايتر زراره. عجبني قوي انت فاهمه. وزينه يعني زينة ساعات كده ادخل على صفحتها اشوف ايه بتعمل ايه، فمره عملت لنا لوك بتاع سندريلا. ايوه. تانيه جازمين. ايوه. والثالثه بتاع اليزابيث تايلر. والرابعه كانت بتاعه كان افريكان. وبتقعد تعمل بقى ساعات حسني وتحط رموش. ها، رموش بقى. رموش. اعرف الرموش دي انا عيني عايزه انهي رموش؟ اركب عليها انهي رموش؟ طيب هنتكلم على انا قاعده في البيت وبشتري رموش، ممكن اجرب لغايه ما هوصل لشكل هيعجبني، بس في كام قاعده كده اساسيه هقولهم بسرعه. يعني العيون المبطنه اللي هي ما فيهاش الجروف بتاع الجفن، اللي هو تلاقي الجفن فلات حته واحده، ما بيليقش عليهم، او اكتر شكل بيليق رموش عليهم اللي هو كله حته واحده، كله سمك واحد من الاول للاخر، فبتطلع تلف كده بتعمل خيال ورا، بتبان كان العين فيها عمقين.
اوكي. العيون القريبه قوي من بعض ما بنجيبهاش عاليه قوي من الرموش، ما بتبقاش عاليه قوي من قدام. لان لو الرموش عاليه قوي من قدام هتخلي العيون اقرب لبعض، بنخليها اكتر لبره. اوكي. العيون المدوره الواسعه قوي بنجيب الرموش اللي هي من ورا اطول ومن قدام اقصر، علشان ما تخليش العيون مدوره، تخلي العيون مسحوبه. اوكي. ولو العيون بعيده قوي عن بعض ممكن ناخد الرموش اللي هي من اول لاخر كثافتها زي بعض. لو الجفن عندي صغير قصير باخد الرموش اللي هي اسمها دول لاشز، اللي بتبقى فيها فراغات، يعني شعرايه وفراغ، شعرايه وفراغ، شعرايه وفراغ، علشان يبين ان في رموش وفي نفس الوقت في جفن باين من ورا. اخر سؤال. لا اسالي براحتك. هل يفضل استخدام لما انا اكون حاطه رموش او مركبه رموش، استخدام الماسكره على الرموش ولا بلاش ونكتفي بس بمجرد ان انا مركبه رموش وخلاص؟ ساعات وانا بحط الميك اب من الباودر والبلاشر والاي شادو، رموشي نفسها بتاخد لون، بتبقى كانها عليها باودر وكده. حطي ماسكارا على رموشك انت اصلا، وبعدين الزقي الرموش. الرموش بقى الالزاق دي نركب عليها ماسكره ولا نحط، قصدي نحط عليها ماسكره ولا بلاش؟ لو حطيتي ماسكره حلوه على رموشك من تحت مش هتحتاجي تحطي عليها، وهتعرفي تستخدميها كذا مره بعد كده. اه يعني لا يفضل. اه يعني الا بقى لو رموشك صغيره قوي قوي والرموش ما ادتكيش الدراماتيك افكت اللي كنت عايزاه، فكتري بقى ماسكره على الرموش اللي حطيتيها. انت نورتينا النهارده يا زونزون. ده نورك. وميرسي على الفيديو الحلو ده. آه عجبني قوي، عشان انا كفي حاجتين بعملهم في الموسم الاول والتاني. طبعا مش هقول انا مش هفضح نفسي على الهوا، بس من الحاجات اللي زينه يعني حطيتها لي في الفيديو، فانا بقول ايوه انا كنت بعمل الحاجه الاوليه. ممكن اقولها الحواجب العريضه. اه كنت بفضل يعني عارفه ملهب كده كده هنا اهو. انت عارفه كل ما الحواجب كانت فيها فراغات انا وانت نشوفها بيبقى شكل العين مريح اكتر، صح؟ غير ان الحاجب بيبقى كله اوباك، كله لون واحد من اوله لاخره كده، تحسي في حاجه غلط. بلوك. لا يعني مش لا ما هي علينا زين. صح انت فاهمه. يلا 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 زين النجاره دي هتيجي النهارده. وميرسي قوي 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 على الفيديو. ميرسي ليك يا رضوى قوي. ده فيديو مهم. شوفي لو في اي حاجه من الاخطاء الشائعه للمكياج اللي زينه النجار عملتها حاولي ان انت تتجنبيها. مشاهداتي عايزه تخليكم معانا وتابعونا ومازلنا معاكم وهي وبس.